السلام عليكم. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن الأفكار التي تقدم بها حول ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الإنقلابيين ما هي إلا مقدمة وخطوة أولى على طريق بناء الثقة وإعادة المسار السياسي. وكشفت وسائل إعلامية عن تسريبات متعلقة بالمقترح الذي قدمه المبعوث الأممي بشأن تحييد محافظة الحديدة ومينائها وإدارته عبر لجنة تشرف عليها الأمم المتحدة تتكون من شقين اقتصادي وعسكري. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند جديد التحركات الأممية في الملف اليمني لنناقشها في محورين: هل يعتبر المقترح الأممي مقدمة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ما يقارب الثلاثة الأعوام؟ وما هي فرص العودة للمشاورات بعد واقع التصعيد الميداني؟ يعود الحديث عن المسار السياسي، لكن هذه المرة بتفاصيل جديدة لخصت في مجملها بمحاولة إظهار ميناء الحديدة وكأنه أصل المشكلة ومفتاح الحل، لكنه لكافة الكوارث التي عصفت بالبلاد. فالمرفأ الاستراتيجي الذي أصبح بوصلة هامة في رسم مستقبل البلد بات كذلك يمثل نقطة الاختلاف الرئيسية، ليس بين الطرف الحكومي والانقلابي فحسب، بل بين الأمم المتحدة والميليشيا التي رفضت وبشدة الدخول في تفاصيل الاقتراح الأممي حول تسليم الميناء. مقترح ولد الشيخ للحل بعد أن قوبل بامتعاض ورفض من قبل الميليشيا لاقى ترحيبا كبيرا من الحكومة الشرعية والتحالف العربي، وهو الأمر الذي يعده مراقبون عزوفا لدى تحالف الانقلاب عن الدخول في تفاصيل حل ينهي الأزمة. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تحييد محافظة الحديدة ومينائها عن أي صراع وإدارته عبر لجنة يتم الإشراف عليها دوليا بما يضمن تسخير إيراداته لتسليم رواتب موظفي الدولة والبدء في إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، كان هذا هو جزء من المقترح الأخير الذي عرضه ولد الشيخ كخطوة في طريق التقدم نحو إعادة المسار السياسي. ترتيب الوضع في الحديدة فور انسحاب المسلحين الحوثيين لاقى قبولاً من الطرف الحكومي، بينما وجد سخطاً ورفضاً كبيرين من قبل الميليشيا باعتبار الميناء أهم أوراق تحالف الانقلاب فيما يخص وصول الأسلحة واستخدامه لأغراض عسكرية. ولد الشيخ وفي سياق تحركاته لإعادة المسار المتعثر أطلع وزير الخارجية المصري على مبادرته بشأن ميناء الحديدة بشقيها العسكري والاقتصادي، مؤكدا أن معالجة الوضع في الحديدة تمثل خطوة هامة على طريق التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم العودة لعقد جولة جديدة من المشاورات. المبادرة الأممية للحل الذي تسرب جزء منها نصت على توزيع رواتب موظفي الدولة في مختلف المحافظات، وكذا إنشاء صندوق مستقل لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل الواردات الغذائية، بالإضافة إلى إجراءات عسكرية متعلقة بانسحاب الجماعات المسلحة من المناطق التي تسيطر عليها. هذه التحركات وإن لم تأتي بجديد فيما يخص التراتبية الأممية للحل في اليمن، إلا أنها ومن حيث الدعم الدولي والإقليمي كان لها قبول كبير بعد أن أكدت الجامعة العربية دعمها لتحركات ولد الشيخ وضرورة تسوية الأزمة وفقا للمرجعيات وقرارات مجلس الأمن. وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أيضا أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة في اليمن، مشيدا بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بحلحلة المسار السياسي أو العمل على تحسين الأوضاع المعيشية المتفاقمة. هو توجه إقليمي ودولي آخر لإعادة المسار السياسي ومحاولة إيجاد خرق في جدار الأزمة التي طالت معها المعاناة الإنسانية وتوقفت أمامها كل الحلول منذ ما يقارب الثلاثة أعوام. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والمحلل السياسي ماجد المدحجي من القاهرة. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك. من جديد محاولة لإنعاش الحل للأزمة اليمنية يقودها المبعوث الأممي كالمرات السابقة، لكن هذه المرة ربما بات أو ظهر حل جزئي واقتصر بميناء الحديدة وتسليمه لطرف ثالث. كيف تقرأ هذه المبادرة؟ مرحبا بداية بكم جميع المشاهدين. واضح أنه طبيعة هذه الحل هي تخفض
تخفض مستوى الأزمة أو تخفض مستوى تقديم مكتب الأمم المتحدة للحل إلى الدائرة أضيق. يعني نحن الآن لا نتحدث عن سيناريوهات تفاوض شاملة تتعلق بتسوية الأزمة السياسية كما شهدنا خلال فترة الكويت، بل نتحدث الآن عن مربعات أصغر، والآن الحديث عن معركة أو عن تسليم محافظة الحديدة، وبالتالي هذا يجعل قراءة البشهد أو قراءة الدول المتحدة أن يبحث عن الفرص الصغيرة إذا صح التعبير للوصول إلى التسوية، وهي فرص على الأقل بالنسبة لي معدومة الأمل، لأنه لا توجد إمكانية للنجاح حتى الآن ضمن المؤشرة الحالية بهذه الخطة التي تقدم بها ولد الشيخ لعدة أسباب طبعا. نعم، ولكن أستاذ ماجد، ولد الشيخ يقول بأن ما تناقلته وسائل الإعلام هو مغلوط، وأن هذه هي بداية لحل شامل للأزمة اليمنية، ليست فقط مقتصرة على ميناء الحديدة فقط. نعم معك، أنا أتفق معك، بس أنت تتحدث إذا كانت مثلا التفاوض الذي ستستغرقه عملية ميناء الحديدة أو التفاوض على موضوع تسليم الحديدة قدرا وقتا هائلا من الوقت، فما بالك بالمال. لكن هو في الإجمال هي خطوة مرحبة، يعني أي فكرة لتحييد أي مكان في اليمن بدون المزيد من العنف هذا خطوة إيجابية، لكن أنا أتحدث عن الفرص السياسية أمام هذا الحل. تعال نناقش لماذا هي صعبة. يعني أنا أتحدث أنه ميناء كان التفاوض على أشد بخصوص موضوع الحديدة حين كان هناك تصعيد عسكري من قبل التحالف باتجاه الميناء باتجاه محافظة الحديدة بعد استكمال بعد السيطرة على مدينة المخا. هذا الزخم العسكري انكسر بسبب تعقيدات سياسية، بسبب الخلافات بين الشرعية وبين في الإمارات، بسبب عدة أسباب. الآن أيضا يضاف إلى هذا انكسار الضخم العسكري الأزمة الإقليمية، يعني الآن جماعة الحوثيين والصالح في وضع استرخاء، يعني حتى هم ليسوا في وضع دفاعي متوتر إذا صح التعبير في الساحل قياسا مما كانوا عليه، فما الذي سيجعلهم يقدمون تنازلات؟ على المستوى الثاني نحن نتحدث عن كتلة مالية هائلة، مورد بالي هائل تقدم لهم ويمول عملياتهم العسكرية ويمول اقتصادهم، يعني نتحدث عن تقديرات تصل بأنه موارد ميناء الحديدة إلى 35 مليون دولار شهريا، بالتالي إمكانية التنازل عن هذا عن الموارد صعبة، حتى يعني ما لم تكن هذه التسوية ضمن صفقة شاملة لا أعتقد. نعم. إذن على ما يعتمد أو على ما يعول ولد الشيخ بنجاح هذا المقترح أستاذ ماجد؟ هذا السؤال الذي يطرح عليه، لأنه لا توجد بالنسبة لأي يعني واضح أنه جماعة الحوثيين الآن أبعد من أي فترة من مسار السلام. لماذا؟ لأنها تشهد عدد من التعقيدات، أولا تشهد صف الشرعية تشهد عدد من التنازعات، علاقة متوترة بين الشرعية وبين التحالف، يعني على الأقل أحد دولها الإمارات، أيضا تشهد أزمة إقليمية عاصفة تراهن أنها ستنتج تحولات في التحالفات يمكن هي أن تستفيد من، فلذلك هي ترى في هذه الأزمات المتعددة التي تعصف في صف خصومها فرصة سياسية لا يمكن أن تفرط بها، وبالتالي الذهاب إلى سلام في هذه الفترة غير مجدي بالنسبة لها، ممكن هي أن تعزز أوراقها وشروطها ضمن هذا الاتجاه. لذلك معركة الحديدة أو مفاوضات يعني مفاوضات على الحديدة أو مفاوضات على اليمن بتقديري هي خيار غير مطروح الآن على 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 طاولة الحوثيين بجدية، لن يستفيدوا منه، وبالمقابل أيضا في الجماعة الشرعية والتحالف يعني بسبب تعقيدات العلاقة البينية فيما بينها وعدم الحصول على انتصار الحد الأدنى من قبل الحوثيين لن تذهب أيضا باتجاه حل. أقصد أنه هناك جزء من ترويج وهم على اليمنيين بأنه سنبدأ بالحديدة وغير ذلك، ما فيش فرص لذلك حتى الآن. نعم، طيب أستاذ ماجد تكرم البقاء معنا ونشرك معنا في الحديث الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام الأردن. مساء الخير أستاذ مختار. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ مختار. تحركات دولية لإعادة المسار السياسي وتسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، تسخر إيرادات هذا الميناء من أجل تسليم رواتب الموظفين، هل الحكومة ستقبل بهذا المقترح من قبل المبعوث الأممي؟ طبعا هي ما تزال حتى هذه اللحظة هي مساعي وهي مقترحات يتم تقديمها للطرف الشرعي وكذلك للإنقلابيين، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك إعلان مباشر وصريح من قبل الطرف الآخر أنه مستعد لتقديم تنازلات حقيقية أيا كانت هذه التنازلات، سواء في تسليم الميناء أو الدخول بمشاورات حقيقية لإنهاء الأزمة برمتها والأزمة بالكامل وليس جزء من الأزمة فقط وهو ميناء الحديدة. طبعا كانت هناك في السابق كانت هناك تجهيزات عسكرية هائلة وكان هناك تجنيد بالعشرات بل بالمئات إذا لم يكن وصلت بالآلاف في الساحل في منطقة الساحل وفي المخا وما
قبل المخا وما بعد المخا كانت هناك تجهيزات عسكرية، ولكن بسبب التعقيد السياسي التي ذكرها الأخ ماجد هو بالفعل تم ترملة هذه التجهيزات العسكرية من قبل الإمارات العربية المتحدة، والتعقيدات السياسية الجميع يعني عايشها والجميع نعم. يعني مطلع عليها، بالتالي يعني انعكست سلبا على ربما يعني إمكانية يعني وصول الأمم المتحدة بتنفيذ هذا المقترح. نعم هذا هو ما حصل بالفعل، ولكن أعتقد أن مساعي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأخيرة هي عبارة عن يعني مفتاح من مفاتيح يعني الوصول إلى حل سياسي وحل دائم نعم. للأزمة اليمنية، وتأتي هذه يأتي هذا طبعا عبر حل مشكلة ميناء الحديدة الذي نعم. ما يزال بيد الميليشيا الانقلابية التي تأخذ الإيرادات وتقوم نعم. بتمويل قتل أبناء الشعب اليمني والتنكيل به. نعم، ميناء الحديدة هو شريان الحياة المتبقي للميليشيا الذي ربما هو نافذتها نحو العالم، والذي أيضا يمدها سواء كان بالسلاح أو بالغذاء أو المعونات أو ما شابه ذلك أو حتى الإيرادات المالية. هل باعتقادك الميليشيا ستتنازل بسهولة عن هذا الميناء الذي بات الشريان الوحيد بالنسبة لهم؟ لا أعتقد ذلك، أنا أعتقد أن الميليشيات ممكن أن تضحي بصعدة التي هي المعقل الرئيسي لهم، ولا يمكن لها أن تضحي بمدينة الحديدة. المدينة الحديدة أو ميناء الحديدة بشكل عام هو الذي يمثل الشريان الرئيسي والوحيد المتبقي لدى الميليشيا الانقلابية، وبالتالي لا أعتقد أنهم سيوافقوا أو سيقدموا أي تنازلات ونزول ما يسمى بصالح الصماد رئيس المجلس السياسي ما يسمى بالمجلس السياسي إلى مدينة الحديدة، وهو تحدي واضح للأمم المتحدة وللمساعي ولولد الشيخ وللجميع، وأيضا فيه رد شافي ورد واضح أنه لا يمكن أن نتنازل، لا يمكن أن نقدم تنازلات. أمام هذا التحدي، أمام هذا التحدي أستاذ مختار، أمام هذا التحدي من الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للميليشيا، ما هي الخيارات أمام الحكومة الشرعية من جهة وأيضا الأمم المتحدة من جهة لإرغامهم على تنفيذ هذا المقترح؟ أنا أعتقد أن الأمم المتحدة التي ظلت عاجزة على مدى عامين تقريبا منذ أو عامين ونصف منذ بداية الأزمة، وهي عاجزة عن الضغط على الميليشيات الإنقلابية للدخول بمشاورات حقيقية، لا أعتقد أنها تمتلك خيارات أخرى غير تقديم المبادرات وتقديم المقترحات وتقديم الرؤى فقط. أما بالنسبة للضغط لا أعتقد أنهم تمتلك الأمم المتحدة آليات للضغط على الميليشيات الإنقلابية، بالتالي نحن أمام مقترحات ستقدم وآليات تقدم ودعوات للحل السياسي تقدم، ولكن في الأخير أبناء الشعب اليمني هو من سيقدم الثمن وهو من يدفع الثمن غالي سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجوانب الأخرى. نعم أستاذ ماجد المدحجي، أمام تمسك الميليشيا بهذا الميناء الاستراتيجي الهام في الحديدة والاستماتة الكبيرة عليه، ما هي خيارات الأمم المتحدة التي تراها ربما من خلالها يصل المبعوث اليمني المبعوث الأممي إلى اليمن بحل توافقي بين الطرفين؟ أستاذ ماجد ألو. نعم نعم ألو تسمعني؟ نعم أسمعك تفضل، سمعت السؤال أم أعيد السؤال؟ أيوة سمعتك. أنا نعم. بتقدير أن الخيارة ضئيلة بين الطرفين، نحن نتحدث عن مساحة من التفاهمات قليلة بفعل حقائق سياسية على الأرض، لا تقبل جماعة الحوثيين ولا صالح بتقديم تنازلات تراها مكلفة في ظل أنه لا يوجد أي تهديدات عسكرية على الأقل، وبالتالي هو موقفه بينما الموقف السياسي مرتبك لدى الطرف الآخر. لذلك الفرص في تقريب النقاش أنا تقديري موضوع ميناء الحديدة قد يكون إذا كان ذلك ضمن خطة غير معلنة تتضمن حزمة واسعة من الإجراءات، يعني خطة متكاملة تبدأ بميناء الحديدة ضمن ضمانات وتسويات إقليمية، فهي ستكون ممكنة، لكن إذا كنا نتحدث عن عملية منفردة بدون أفق واضح فأنا بتقديري الفرص السياسية أمامها قليلة ولا يوجد أي إمكانية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. نعم أستاذ ماجد، إذا ما استمر هذا الحال ولم يصل المبعوث الأممي إلى حل فيما يخص ميناء الحديدة الاستراتيجي ومضي التحالف العربي والحكومة الشرعية في خيار الحسم العسكري، هل باعتقادك بأن الحديدة وميناء الحديدة سيكون أو بنفس الآلية التي تم فيها
استعادة المخا وميناءها الاستراتيجي، أم هي المسألة صعبة في الحديدة وتختلف عن المخا؟ المعركة أصعب يا عزيزي. نحن نتحدث عن مدينة المخا، أولا نحن نتحدث عن المعركة منذ أكثر من منذ تحرير مدينة المخا بجوار أو محيط معسكر خالد بن الوليد، وهو المعسكر الذي يغذي كافة خط النار الموازي للساحل اليمني، الساحل الغربي في اليمن. أيضا نحن نتحدث عن سلسلة قبلية الموازية للساحل وكلها بيد الحوثيين. نتحدث قبل الوصول إلى مدينة الحديدة على الحيس وبيت الفقيه وزبيد والخوخة، يعني أنت لن تتقدم في منطقة خالية باتجاه الحديدة، ولا يمكن أن تذهب باتجاه شرق الساحلي فقط. كل هذه المناطق هي حقول موت أمام أي قوات متقدمة، بالتالي هي معركة طويلة ومنهكة، ويراهن الحوثيين على مزيد من حرب العصابات والألغام والاختباء بين السكان المدنيين في المدن لإطالة هذه الحرب وجعلها مكلفة. بالتالي هي يدرك الكثير من المخططين العسكريين، القادة العسكريين في التحالف، أنه حرب الحديدة هي ليست حرب سهلة ستضع الانتباه الدولي تجاه هذه المدينة أو المحافظة اللي هي الأفقر في اليمن التي هي الأكثر انكشافا الآن، بالتالي تحت الأعباء قتال جديد، وهذا ما يراهن عليه الحوثيين وصالح في الضغط لعدم وجود معركة في الساحل. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي ماجد المدحجي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وعودة إلى عمان الأردن مع الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. أستاذ مختار، إذا أنت سمعت الأستاذ ماجد بأن المسألة صعبة بالنسبة للحديدة وليست كتلك العملية العسكرية التي حدثت في المخا وتم تحريرها، ما رأيك؟ هو بالفعل بالنسبة للحديدة، الحديدة طبعا مساحتها الجغرافية وتعقيداتها الأرض المفتوحة والأرض يعني مساحتها الكبيرة، أعتقد أنها تضاف إلى التعقيدات الموجودة. أيضا بالنسبة للأزمة السياسية التي حدثت بين الشرعية وبين فخامة رئيس الجمهورية وبين الإمارات، أيضا تعتبر تعقيدات هامة جدا يجب الأخذ بها بعين الاعتبار، بحكم أن الإمارات العربية المتحدة هي المتحكم وهي من يقود العمليات على الميدان في المحافظات الجنوبية، وأيضا هي من أدارت العمليات العسكرية في المخا. بالتالي نحن أمام معادلة سياسية وأخرى عسكرية، كلاهما معقد، لكن أعتقد أن الحلول او المقترحات التي قدمها اسماعيل الشيخ احمد لو تم بالفعل استيعابها وايضا الضغط على الطرف الانقلابي للقبول بها، اعتقد انه سيكون حل وسط لاخراج اداره الميناء ونهب الاموال التي يتم الحصول عليها من قبل الميليشيات منها وضخها لتسديد رواتب الموظفين. اعتقد انه سيكون حلا وسطيا يتم القبول به، واعتقد ان الحكومه التي تسعى دائما للوصول الى حل سياسي دائم وانهاء المعاناه عن ابناء الشعب اليمني لا اعتقد انها ستقف حجر عثرة امام هذا الحل او اي حلول اخرى. ولكن استاذ مختار، ربما من اهم النقاط التي تتحجج بها الميليشيا بان الحكومة الشرعية والتحالف العربي فشلوا في إدارة الموانئ التي تحت سيطرتهم، وهو ما يجعل الميليشيا موقفها أقوى أمام المجتمع الدولي. هو دعنا نتحدث بكل صراحة أن هناك إشكالية حقيقية في المناطق التي هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهناك تعقيدات كبيرة في هذه المناطق خصوصا في ميناء عدن الاستراتيجي، وهذه الإشكاليات فعلا أضعفت الموقف سواء موقف التحالف أو أيضا موقف الحكومة الشرعية. بالتالي هذه التعقيدات رمت بظلالها وأعطت نقاط قوة للطرف الإنقلابي الذي يتفاخر ويقول أن الميناء ما يزال يعمل بكامل طاقته وأنه هو الشريان الوحيد للمناطق الخاضعة لسيطرته. لكن مع ذلك نقول أن الشرعية أمامها فرصة للحيلولة دون استمرار بقاء ميناء الحديدة بيد الميليشيات والضغط على المجتمع الدولي لتسليم الميناء لإدارة من الأمم المتحدة وتشكيل لجان اقتصادية وأمنية للإشراف المباشر على هذا الميناء. هذا التسليم لطرف ثالث أستاذ مختار، ربما وهو من شقين كما تحدث المبعوث الأممي، عسكري وإداري اقتصادي وعسكري. نعم اقتصادي وعسكري. باعتقادك الطرف الثالث سيشكل من الجانبين، من الحكومة الشرعية والانقلابيين، أم هو عبارة عن طرف ثالث بعيدا عن الانقلابيين وبعيدا عن الشرعية؟ هذه طبعا التفاصيل لم يتم الحديث عنها، لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أن الطرف الثالث هو سيكون من الأمم المتحدة، وهو الذي سيشرف بشكل مباشر في جانبيه، الجانب العسكري وكذلك الجانب الاقتصادي، على أن يتم تسليم الإيرادات
وايضا ما يتم يعني جلبه او دعمه من قبل المجتمع الدولي وكذلك من قبل الاشقاء، ليكون هناك ليتم تسديد رواتب الموظفين التي لم تسلم لهم منذ عام تقريبا، وهذا اثر تاثير كبير على ابناء الشعب اليمني وسبب كارثه حقيقيه، كارثه اقتصاديه. ابناء الشعب اليمني الان يعانون اشد المعاناه وضعف من الكوارث التي يعانيها الشعب اليمني بسبب انعدام تسليم الرواتب وعدم استطاعه سواء الميليشيات الانقلابية التي تنهب الأموال أو كذلك من قبل الحكومة التي تسلم جزء من الرواتب ولم تستطع أن تسلم الرواتب لجميع الموظفين. نعم، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أستاذ مختار، والجدل السياسي الآن اللي حاصل الآن واختلاف وجهات النظر، بالتأكيد تستفيد منها الطرف الانقلابي والميليشيا فيما يخص الحديدة أو على الحل في اليمن بشكل عام. هل ستستمر باعتقادك المملكة وهي تقود هذا التحالف بترك المجال كما تريد الإمارات العربية المتحدة في إدارة هذا الشريط الساحلي؟ أولا أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية غير راضية عن ما تقوم به الإمارات خصوصا في المناطق الجنوبية، ودعم فصائل وميليشيات و كيانات خارج إطار الدولة، بل أنها تتحدى الدولة وتقوم وتريد أن تقوم بأعمال الدولة. أنا لا أعتقد ذلك، والدلائل والشواهد كثيرة ومتعددة أن المملكة تقف مع وحدة اليمن، تقف مع الشرعية، أيضا تتعامل باحترام وتقدير مع الشرعية اليمنية، ولكن الموقف حتى هذه اللحظة لم يتم إعلان موقف واضح مما يحصل من كيف تقرأ هذا الصمت؟ نعم، كيف تقرأ هذا الصمت من قبل المملكة؟ هذا الصمت هو شعور بالمسؤولية أنها تريد الحفاظ أولا على تماسك التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وأن الإمارات هي أيضا جزء كبير من هذا التحالف وهي تدير مساحات واسعة، ولكن للأسف الشديد أن إدارة الإمارات تحولت إلى عبء على الشرعية وأصبحت هي تقف أمام الشرعية وأصبحت الآن تدعم كيانات تقف بصورة مباشرة أمام الشرعية، بل أن الإمارات العربية المتحدة حين أرسلت قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي أرسلتهم بطائرة خاصة وأعلنوا من عدن أنهم يعطون مهلة للحكومة الشرعية أنها إذا فشلت في إدارة المناطق الجنوبية أنهم سوف يديرون هذه المناطق، وهذا تحدي واضح الشرعية شرعية رئيس الجمهورية وشرعية الحكومة الشرعية. نعم. الذي يعترف به العالم أجمع، ولا يمكن لأحد أن يمتلك شرعية بإخراج مجموعة من المتظاهرين أو بدعم. نعم. من عدة دول حتى لا نتشعب في الموضوع أستاذ مختار، وربما قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لم يبقى إلا الوقت القليل نستغله. إذا افترضنا يعني مسبقا بأنه هذا المقترح من والد الشيخ يعني يقنع بها الميليشيا والحكومة الشرعية ويتفقوا على هذا المقترح بتسليم الميناء لطرف ثالث، هل الثقة موجودة من قبل الحكومة الشرعية إذا ما سلم لطرف ثالث بأن الميناء سيكون فعلا للأغراض الإنسانية التي لمصلحة اليمنيين ولا يستخدم فيها لإمداد الميليشيا عسكريا أو استخدامه لأغراض أخرى؟ كما نحدث الآن اليوم تحدثت أخبار بأن الطائرات التابعة للأمم المتحدة دائما ما تستخدم لنقل بذهاب وعودة عناصر للميليشيا دون علم التحالف ودون علم الشرعية. هو بالفعل الحكومة أعلنت عبر بيان أن الأمم المتحدة أرسلت مجموعة من الأشخاص دون أو مجموعة من الصحفيين الأجانب الذين لم يأخذوا الإذن المسبق من الحكومة الشرعية، وهذا يعتبر تعدي على سيادة الدولة وتعدي على شرعية الدولة. لكن أنا أعتقد أن موضوع الميناء سيكون مختلف تماما، ستكون هناك معايير، ستكون هناك نقاط يتم الاتفاق عليها، على كيفية الإدارة، على من الذي سيدير الأشياء التي تدخل، المراقبة، التفتيش، كل هذا سيتم مناقشته في إطار المناقشة الفعلية لهذه المقترحات إذا تم الموافقة عليه. لكن نحن نعرف الميليشيا الانقلابية أنها لا يمكن أن تقدم أي تنازلات، لا يمكن أن تقبل بأي حتى بأنصاف الحلول، لا تقبل بهذه بأنصاف الحلول. بالتالي نحن ننتظر موقف وبعد ذلك ممكن أن نتحدث عن هذه التفاصيل ومناقشة ما سيكون كيف ستكون إدارة الميناء من قبل الطرف الثالث. نعم أستاذ مختار، سؤال أخير فقط أختم به منك. والد الشيخ صرح بأن المقترح لا يقتصر فقط على ميناء الحديدة وإدارته اقتصاديا وعسكريا، ولكن هو بداية لحل شامل. هل باعتقادك فعلا ستصل هذه الجهود وترى النور لحل شامل في اليمن؟
نحن نتمنى أن تصل هذه الجهود، ونتمنى أن تنتهي الحرب وتنتهي معاناة أبناء الشعب اليمني وتنتهي الأزمة، ولكن كل هذا طبعا يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام فقط. أما على أرض الواقع هناك شيء مختلف تماما، أرض الواقع مختلفة تماما، بعيدة عن التصريحات، بعيدة عن الاجتماعات، بعيدة عن هذه التصريحات الرنانة، لكن في الأخير نحن كأبناء للشعب اليمني نتمنى بالفعل أن تنجح الأمم المتحدة، أن تنجح جهود كل الخيرين للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الحرب التي أثقلت كاهل اليمنيين، والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، يدفع ثمنها الموظف، يدفع ثمنها الجندي، يدفع ثمنها الأسر، يدفع ثمنها أمهات الشهداء والجرحى والثكلى، كل هذا يدفع ثمنه أبناء الشعب اليمني. بالتالي نتمنى بالفعل أن هذه الجهود تصل إلى نتائج إيجابية وتنتهي الحرب. لا أحد يريد الحرب ولا أحد يريد أن تستمر الحرب، سواء من هم المستفيدين، سواء تجار الحروب أو قيادة الميليشيات عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح. شكرا جزيلا لك مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن، والشكر أيضا للكاتب والمحلل السياسي ماجد المدحجي كان معنا من القاهرة. وفي الختام تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.